سويتها هون هاي المقطعه هاي مشان الخلف تبع شباب الحمي عارف شو؟ كان بالليل هلا بالليل هذوليك يتوجه للبنايات هذوليك ما بيشوفوا اذا كانوا في عساكر رح تفتل هيك انا خايف العساكر تفتل هدول من هون هدول من هون يضبوا عشان ما هاي مقطعه الليل ضروريه هاي حمايه خلفيه لهم بحيث اللي بده بجوز الجيش يجي ليقتل هاي شبابنا صاروا جوا هون بيطلعوا من هون الشباب ان شاء الله صار شو هون شباب اي منطقه بالشام بالتضامن اخوك شو بيشتغل اخوك شو بيشتغل هذا مو من عندنا من عندكم مو من البنايه هاي مو من المقام من هون بيكون من البنايه الثاني ايه اخوك شو بيشتغل؟ ايه انت اخوك قلت لي قتلوا مرت اخوك شو بيشتغل؟ عبسط الدخان؟ ايه لا دير بالك يا عي ما خلافنا مجند رقيب صف ضابط مو مشكلة انا عم حاكيك برتبة رقيب خيو انا من اللواء 155 من شر يا عيوني قل لي ايه كمل هاي الشغلة هذا السؤال مو اللي بينقال اول شيء لان انا ما بعرف شو صاير بالتضامن بالاساس ايه لا يا حبيبي لا بالعكس تعال شوف العلوية عندنا هون في عندنا هون عميد علوي وفي عندنا شباب علوية هون بدارية احنا ما بنكره اهل الساحل ولا بنكره العلوية وينك خليك معي تقول لك شغلة احنا بس راح بشار الاسد ما عندنا مشكلة مع اي واحد لا علوي ولا مرشدي ولا شو ما كان يكون ولا اسماعيلي ولا شو ما كان يكون لانه كل من على دينه الله يعينه والله بيهدي العباد فهمت علي شلون مين بده يحط؟ والله إذا بيجي نوري من الشارع أنا بقبل فيه بتعرف ليش؟ لأنه اللي عم يضرب صاروخ سكود عم يدمر حي بأكمله بالشمال هذا مو بني آدم ليك إذا بحطوا نوري بكون أحسن منه لبشار إيه يا حبيبي شو اسمه ابو شو ابو الليف احمد الليف يا احمد غالي بالاساس بجوز يكون التقى واحد قتل بجوز مرت اخوك وابنه مين انت شو اسمك منين يا ابو صالح ابو خالد منين انت من رأس البسيط؟ ايه من رأس البسيط ايه بالبداية اول سنة بالثورة شفت شي حدا قتل من عندكم حدا؟ شفت طفل من عندكم من قتل شي؟ طيب اول من بلش الذبح ما انتو بالحولة بحمص؟ إيه بس مين أول من ذبحهم؟ ما أنتوا بالضيعة اللي حدهم قتلتوهم؟ طيب هلا أنت شو جايبك لهون على دارية؟ أنا مهمتي هون ونفس الشيء يلي مهمتهم من جماعتك اللي كانت مهمتهم بالحولة كمان قتلوا اللي بالحولة ابو شاهين ايه اذا شفيت هذا الحلقه ايه هذا شيء اكيد لان ليك انا من شق مثل الشباب من الرسه ايه على
انت شو رتبتك؟ ايه بدك راتب لابوك؟ بدي راتب عملية لابوك. داريا حوار جيش الحر ابطال جيش الحر في المدينة مع حد جنود للاسف نحاول تقنعه بالانشقاق عن هذا الطابق. هذا من رسم هذا نحكي صح؟ هي ساحلة من رسم ما مسح. انت شو اسمك الكامل يا غالي؟ اسمك الكامل شو؟ من الساحل انت؟ معك حدا من رسن هلا؟ معك عساكر ضباط من رسن هلا؟ لا ضباط مجددين. وين هون معك بالمقام تحت؟ لا. عم يجي حدا من هون لهون شيء؟ لا يا ابو صالح الله وكيلك بشار الاسد بيعرف هو ذات نفسه بيعرف حاله انه رايح وانه راحل يا غالي وينك الله وكيلك هو ما همه شيء وبالاخير بيحمل مرته واولاده وبيروح املاكه مره كثيره يا غالي الله وكيلك ما انه داير على حدا وينك لو انه داير عليكم حزار شو كن سوا كان بيوتكم اللي بالزهره وبالنزهه بحمص كان طوب لكم اياها على الاساس ايه هذا شيء اكيد طبعا هلا اذا قلت لك ايه راح تقول انه كذاب بس صدقا ايه والله بشرفه المدني والعسكري ايه والله ايه لا ما راح نرمي عليك يشهد الله بس عاد بشرط انه سلاحك ما يكون موجه علينا ماشي. انا موافق يا خالي اطلع بس من هون مع الدرج يشهد الله فلا تاكل رصاصة انا بدي اطلع بدون سلاح ايه ما بدي اطلع انا بدون سلاح ايه بس احمد ما بيخليني مين احمد عليكم الامر زميلك اللي معك ما راح تخليه تصطفل هذا الشيء بيرجع لك بس والله راح تكون مبسوط اكثر من انه المد تحت والله العظيم انا ابو شهير احمد طقطق احمد طقطق من الرسة طقطق الله يسلمك ايه اليوم اليوم الساعة واحدة بالليل شو؟ الساعة واحدة بالليل ايه حبيبي في شباب عم ترسل صوت؟ في شباب عم ترسل صوت؟ ما فهمت كرر؟ ايه وينك يا احمد؟ وحياة من خلقك خلقني اذا بتطلعوا من هون عليكم الامان وما حدا بيمد ايده عليكم وينك كل هالمسبات اللي صارت كلها شغلة فاضية وحياة عيونك وحياة اللي خلقك إذا بتطلعوا من هالقبو هلأ لهون لعنا ما حدا بيلمسك لمس وغير تاخد راتب ويوصلوك الشباب لعند أهلك سالم غانم وعملية لأبوك ايه عيوني يا حبيبي أنا سبيتك شي انت بتعرف هالدرع ما بيسبوه لا ما بعرف اذا سبيت او لا بس انا ما بعرف تصل مسبات من تحت من عندكم ايه حبيبي لك يا عيوني انا قلت لها قبل هالمرة مشكلتي مو مع امك ولا مع اختك مشكلتي مو معك كمان انا مشكلتي مع بشار بس انت يا غالي بشار عم يستخدمك اداة لحتى تقتلنا ما هو تقتلنا إلنا تقتل اولادنا واخواتنا يا غالي يا غالي والله اذا بتطلع لتكون مبسوط اشهد الله ايه انا بدي اطلع ايه ايه